جلسة عمل موسعة جمعت الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. جلسة سمحت لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ووزير الدفاع الروسي سمحت ببحث السبل الكفيلة بدعم التعاون العسكري بين البلدين وأفق تعزيزه مستقبلا بما يعكس إرادة قائدي البلدين. تشكراتي وامتناني العميق على حسن الضيافة والكرم اللذين حظينا به منذ وصولنا إلى فيدرالية روسيا، كما أحمل رسالة صداقة من طرف السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني إلى نظيره الرئيس فلاديمير بوتين وللشعب الروسي الصديق وقوته المسلحة، معبرا عن أهمية هذه الزيارة التي من شأنها المساهمة في تعزيز تعاوننا هناك. قبل ذلك وفي إطار زيارته الرسمية إلى روسيا، قام السيد الفريق أول سعيد شنقريحة بزيارة إلى قبر الجندي المجهول بالساحة الحمراء وسط العاصمة موسكو، أين كان في استقباله القائد العسكري للمدينة. السيد الفريق أول وضع إكليلا من الزهور ووقف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري المخلد للجندي المجهول ليستمع بعدها إلى النشيد الوطني ويخص باستعراض عسكري أدته وحدات حرس الشرف التابعة لوزارة الدفاع الروسية. بعدها تنقل السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى ساحة الأمير عبد القادر وسط مدينة موسكو، حيث وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري المخلد للأمير عبد القادر وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء. هذه الساحة، ساحة الأمير عبد القادر بالعاصمة موسكو التي دشنها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون خلال زيارته إلى موسكو قبل شهرين من الآن. كانت محل زيارة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، وتعد امتدادا للتعاون والصداقة القائمة بين البلدين على غرار التعاون العسكري ضمن الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين الجزائر وروسيا. أحمد أمين دريدي، التلفزيون الجزائري، من ساحة الأمير عبد القادر، موسكو.